شو الحباب ديالي، صافا عليكم، مزيان بخير. وهذاك ما عنديش الوجه علاش نحشم ياك. راه السبب اللي كيخليني كنعجز من الفيديوهات في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام، هو ان فاش كندخل الستاتستيك ديال اليوتيوب كنلقى ان اكثر وحدين اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي هما الناس اللي ما دايرينش سبسكرايب، هما الناس اللي ما كيديروش لايك، اللي ما كيديروش كومنتس. داكشي علاش الفيديوهات ديالي يعني كنشوفهم انهم فيهم بزاف ديال المشاهدات، ولكن فاش كتشوف لي لايك كتلقاهم مقل. يعني دابا انت كتفرج فيه علاش ما ديرش دابا لايك باش هكا غتشجعني باش ندير فيديوهات اكثر. بغيت نشكركم بزاف، بغيت نشكرك بزاف، بغيت نشكركم بزاف، لان هادشي كاع اللي كنديروا دائما وكنصور لكم في اليوتيوب فكون اكيد انكم نتوما السبب من بعد الله، لانني شجعتوني بزاف، موتيفيتوني بزاف، رديتوني يعني احسن نسخه نهار من بعد نهار. وما تصوروش الكميه ديال التحفيز وديال الرسائل اللي كتوصلني، خصوصا الناس ديال الانستغرام فاش كندير لايفات وكنطلع ناس ديال امريكان ديال كندا، كنحاول نطلع الناس من جميع دول العالم، وكنوريكم حتى الطرق كيفاش تهاجر من المغرب لامريكا لكندا بزاف البلايص اللي تقدرت تحقق الاحلام ديالك. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وبغيت نقول لكم انا ما كنتصورش هذا الشيء هذا باش نبان عليك، لانك انت جالس في المغرب ولا جالس في شي دوله اخرى ونحسسك انك ما كتحس بوالو، ولكن كنت تصور شحال ديال الفيديوهات شحال ديال الميساجات كيجوني عليها، خصوصا على الماستانغ، لانها واخيرا شريت الحلم اللي كنت كنحلمو من المغرب واللي كنت كنقول ماشي دابا غيوقع، ولكن الحمد لله ربي كبيت الحاجه اللي كنت كنتمناها وكنت كنتفرج فيها في الافلام وكنشوف فيديوهات واخيرا شريتها. داكشي علاش الناس بزاف بقات يطلبوني في الانستغرام وفي اليوتيوب انني نبقى نصور لهم الحديده ديال الحلم اخيرا. داكشي علاش درت لكم هذا الفيديو، غنديرو خصيصا ليها امورها ان شاء الله، غادي ندير فيديوهات اخرى غير هو. ما تنساش كتفرج فيها دير لايك دير سبسكرايب، وغادي نخليكم ان شاء الله مع انا بعدا ديال السيره ديال الحلم ديالي، وغنهضر غنوري لكم انصورها كامله، غندير لكم تور وغادي نشوفو غنسوقو وغادي تشوفو كي دايره في الطريق ان شاء الله. سو خليكم معايا، وما تنساوش خلي شي كومونتير ودخل عندي الانستغرام، هو هذا ما عرفتش هنا ولا هنايا، غادي يبان لكم الانستغرام، دخل عندي راه كتمنع بزاف ديال الحوايج. و يو ار ذا بيست. اهلا، اصبح زين هذا، اشرف الطاقه، اجي 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 ما تهربيش. الكتي ديال الشتا وخصوصا هنا في سياتل واشنطن ستيت كتلقى بزاف غير الشتا والبرد، وماشي الشتا ديما ما نزيدش فيه. غادي تشوفوا السياره ديال الحلم اللي كنت كنحلمها من المغرب وكنت كنحلمها لسنوات، كنت كنقول مازال ما غاديش نديرها، ولكن كيف قلت لكم ربي كبير. غنصور لكم حتى من الجو برو فاش نكون غادي صايب، وغادي تسمعوا الاكزوست، غادي تسمعوا النغمه. وخاص راكم عارفين احنا ديما البلبله والصداع، سواء بالكاوازاكي سواء باش ما جا ضروري خصنا النغمه، النغمه هي كلشي، وراني عارفكم عشاق الحديده. واحد جوج ثلاثه ما شاء الله، كيف كتشوفوا الماستانغ ماشي الايكوبوس، هذه زايده على الايكوبوس، هذه البي 6. المهم غادي ندير لها دويره وغادي تشوفوها كي دايره كامله. المهم احسن حاجه كتعجبني في الماستانغ هو تقريبا القدام ديالها، كيف كتشوفوا شحال الطوله ديالها، تيكون طويل بزاف في القدام، يعني في بلاصه الكابو هنايا كيكون طويله بزاف، وكتكون هي هابطه بزاف، هي راه هابطه سبور، راه كتوصل لي تقريبا غير حد الكرش ديالي. المهم غادي ندورو غادي نشوفوا الطنوبيله كامله. غادي تشوفوا انني غطيت البلاكه بواحد اللعيبه الصفراء. المهم راه هي غطيت البلاكه ما شاء الله، اللهم بارك، سيارة الحلم فيها جوج شاكمات. المهم من بعد غادي نهضر على المعلومات ديال فيها سبوالر، وغادي نهضر حتى على سميتو سيارة الحلم، سيارة ما شاء الله كات صراحة يعني خفيفة بزاف. تعبان ضروري من الحنش، الماستانغ كاملين مقتطفين من الحنش. بزاف الناس غادي يبغيو يشوفوا من تحت الكابو كيفاش كتكون دايره الطوموبيل، سو غادي نحاول ما امكن نوريكم كي دايره من تحت الكابو. المهم مرحبا بكم، تشوفوا كي دايره من الداخل ما شاء الله، مازال تقريبا جديده كاع، مازال جديده بالنسبة لهذا الماستانغ. الماستانغ هي ماشي الايكوبوس اللي هي معروفة بأنها العادية ديالها، هذا الماستانغ هذه زايدة بزاف من ناحية السيلندرز، من ناحية الباور، وحتى مولاها اللي كانت عنده كانت عند إنسان واحد وما ضربش المايلاج بزاف،
ومازال تقريبا جديد. كان عندها اونر واحد يعني شخص واحد اللي كان شاريها اكتسبها فاش خرجها من لا ميزون وكان دار لها بزاف ديال ريباراسيون يعني بدلها الجوانات بدلها البنوات بدلها دار لها كيف كتشوفوا هنايا واحد الخطوطه كحل كيف كتشوفوا هاد الخطوطه كحل دار لها سبويلر اللي هو هاد الجناح هذا اللوراني اللي تزيد يعاون في السبيد والريح حتى هو حتى من الداخل وحتى في الموتور كان عدلها بزاف يعني لواحد الدرجه يعني غير بالنورمال بلا ما نديرها المود ديال سبور يعني لبركت غير على الفيداس غير واحد شويه زيت ديما كدور بيا الطوموبيل من اللور سو لا من ناحيه دريفت هذا داكشي يعني فاش نبغي ندريفت ولا شي لعبه راه غير تنبركت تقول لك انا معاك وبلا ما ندير لها سبورت مود من ناحيه ولا بالنسبه للشاك مال اكزوس ومن ناحيه الصداع فتبارك الله الصداع كاين وغادي ندير لكم شي فيديو باش تسمعوا الصداع كيديروا النغمه حتى هي غنوريكم حتى الروايد باش تشوفوا اش من نوع ديال الروايد اللي دار لها انا صراحه هذوك النوع ديال الروايد ما عرفتهمش ولكن كاليتي صراحه قال الوجه ديالها كيخلع تبارك الله يعني ديال التعب اللفعه كيف كتشوفوا ديما الماستانك الجداد تيكونوا عندهم ثلاثه ديال هاد العباد ديال البولات تيكونوا مهم نوفو بالنسبه للجانطه هاد النوع ديال الجانطه اللي كيعرف الكومونتيرات اش من نوع عادي مي هو ديال سبور بالنسبه للروايد هاد الروايدات تيكونوا صغارين على ديال اللور للور اللور تيكونوا شويه عراض وكبارين حيت اش راكم عارفين الباور كاين تمايا وكدور بزاف وتقال المهم بزاف د الحوايج من ناحيه خاصني نضرب لها شي غسله ما غسلتها ما والو جيت نصور لكم ديريكت بالنسبه للفرانات حتى هو نبدلهم خونا صراحه كان قدها على ذوق خونا بل الرويضات اللورانيين كيف كتشوف هذه كبيره بزاف على اللورانيه وحتى فاش كتصور من اللور كتلقى هاد اللورانيين تيكونوا عراضين واحسن حاجه كتعجبني بزاف في هاد الماستان كيف كتشوفوا شو ما شاء الله المؤخره كيف كتشوف خارجه بزاف من اللور عريضه وبالنسبه للشاكمات عندها جوج بالنسبه للسبوالر اللي كيعاون كيف قلت لكم في الريح والسبيد والماستانك فيها بزاف من ناحيه السينيالات كيف كتشوفوا كتقد تيشعلوا بثلاثه كيمشيو هكا دابا دابا ندير لكم سينيال المحبوبه المهم كيف كتشوفوا ومن احسن الحوايج حتى في الماستانك هو اللي كتشوف هاد لالين هذا كيف غادي هو شو تبارك الله كي غادي ما شاء الله وهاد اللعيبه هادي تنساو لي السميات بزاف ديالهم المهم الناس ديال الطوموبيلات العشاق طوموبيل غيفهموني علاش كندوي غادي ندخلوا لداخل وغادي نوريكم كي داير الصالون وغنوريكم حتى النغيمه وغادي نمشيو ندورو بها مزيان وغادي نشوفوا كي داير الصويد وفي السوق الباب تبارك الله الديزاين ديالو كي داير عنده كيفاش كتحل من كل ماستانك الناس اللي عشاق الماستانك راه كيفهموا ولكن بالنسبه للناس جداد عندها واحد ديكور كيفاش كيتحل الباب شي حاجه واعره بالنسبه للقدام كيف كتشوفوا السيرينغ ويل يعني الفولون سبورتيف كتحس به تبارك الله عامره يعني حتى في قبضه اليد بالنسبه اللي تشوش يعني الا بغيتي تبدل اغاني تمزك يعني كل شيء بالنسبه ل هنايا الروف الروم فلاج كيف كنقولوا له بالفرنسي حتى من ناحيه كتقول لك يعني البيبان راهم حلوين وهنا خلاص يكون المايلج وبالنسبه للضو ديال الداشبورد هو كيتبدل المهم كل شيء كيتبدل هنايا ومن احسن الحوايج اللي عجبتني تبارك الله في الماستانغ هو انها كتلقاها عامره كيفاش عامره يعني مثلا كتحس بها شوف راه مازال بالميكا ديالها مازال بالميكا كتحس بها تبارك الله يعني فيما حطيتي يدك كتلقى شي بوطونه ولا شي حاجه كتلقى عامره هي هذه بالنسبه للطوموبيل ولا تقدر تسوقها مانيوال ولا تقدر تسوقها بالاوتوماتيك انا اغلبيه كنسوقها بالاوتوماتيك ولكن فاش كنبغي ندريفتي ولا كنبغي نسمع الصوت ديال الاكزوست ولا شي حاجه اكثر كنبقى نلعب مانيوال وبالنسبه للمانيوال هو هذا هنا باش كتطلع للفوق وهادو ديال المارشارين هادو كيتسموا البادلز هاد البادلز هادو الناس اللي كيفهموا السبور والطوموبيلات الجداد كيعاونوا بزاف في الدريفتاج ولا باش تسمع النغمه ديال الموتور بالنسبه لهاد اللعيبه هادي عندها الشاشه صغيره الا بغيت تبدلها ساهله كتبدلها كتشري لها هذيك ديال الشاشه كبيره انا الشاشه كبيره ما كيعجبونيش بزاف كيلهيوني كاينه الكاميرا عندي هنايا كاين كلشي غنوريكم كيفاش الكاميرا كاينه هنايا كلشي كاين تشوف المزيكا تشوف داكشي كامل غير جي بي اس اللي ما كاينش هنايا ولكن كيف قلت لك هذاك الشيء حالو ساهل كيف كتشوفوا اللور اي جوج الناس ولكن تشدوك جوج الناس غيتعذبوا مساكن الا ريحوا معكم اللور
بالنسبه لتحت كيف كتشوفوا الناس ديال الصندالة راه عارفيني، جوج تقشيرات بوحده خضراء وحده كحله. كي شفتوا معايا الماستانغ تبارك الله من احسن الطوموبيلات اللي انا شخصيا كنفضلهم، مسكت بزاف ديال الطوموبيلات، ولكن الماستانغ من الحوايج اللي بزاف الناس ولا بزاف المراكنه ما كيبغيوش يديروهم هنا في امريكان. علاش؟ اللي عندهم اسباب. اولا عندهم لاسورانس ولا يعني البياس ديالهم داكشي تيكون غالي شويه طالع في الثمن، زيد عليها حتى في باش تشري ماستانغ راه غاليه بزاف، خصوصا الايكوبوست راه كتكون غاليه، فما حرك فاش كدوي على الفيس الفيسات ولا الفيسيس ولا الفي ويد، فانت كتهضر على المهم القوه ديال الباور ديال الهورسز. هذه تقريبا فيها شي 460 حصان قال غادي 500. خونا زاد داير لها شويه ديال الريباراسيون اللي كان شراها كسبها، ولكن ما دار لها وقيله الروبريز فاش شريتها عند الديلر اللي سمعت كان دار بها روبريز لواحد الطوموبيل اخرى، وما ما عمرها كانت اكسيدون، ما عمرها الحمد لله كانت عند الميكانيك ولا شي حاجه من غير تبدل الزيت. كلشي تيكون عندنا في الكارفاكس باش كتعرف التاريخ ديال الطوموبيل. من ناحيه الثمن الاثمنه تيكونوا طالعين، ما كنبغيش ما بقيتش باغي نبقى نقول الاثمنه بشحال كدير الحاجه، لانه كيكونوا خلافات وكيكون قالك غاليه رخيصه، كون واحد كيفاش كيبقى يقول اللهم باش نتجنب هادشي هذا، ما بغيتش نقول نبقى ندخل في الحوايج ديال الاثمنه باش نحترموا حتى الناس الاخرين. بعيد كيف كتشوفوا الصور ديال الماستانغ، نقدر نديمار غير من البعيد وغتسمعوا النغمه. ما شاء الله. غادي نحاول نخلي التليفون هنايا قدام الشاقمه باش غادي تسمعوا الصويت ديالها، لانكم عارفينكم نتوما كتبغيو الصوت، الصوت كاين بزاف، ما كنبغيش نكسيري بزاف باش نكون في حدا ساكن وداكشي باش ما ندير لهم شويه صداع، لانني ديجا غادي تنديروا لهم بالموتور، ولكن هذه خبيزه. غنحاول ما امكن ما نمشيش لشي مسافه طويله. علاش؟ لانه بغيت نخلي لكم واحد المفاجاه زوينين، وهو دابا انني بغيت غير نخرج في هذا الفلوغ هذا ونصور لكم غير السياره اللي كنتو ديما تطلبوني عليها في الانستغرام، وتشوفوا السياره كي دايره. من موراها ان شاء الله غنبقى نحاول ما امكن ان بقى نخرج نمشي بها داون تاونز ولا نمشي بها بلايص اخرين، نبقى ندخل كيف كنقولوا التانلز يعني في وسط الارض تيكونوا الغارات وداك الشيء باش كتزيدوا تسمعوا الصويت بالمزيان. اما دابا نحاولوا ما امكن نديروا غير واحد ريفيو ديال الطوموبيل، غادي تشوفوا كثير الطوموبيل، غادي نسوقوا واحد شويه باش موراها ان شاء الله غادي نديروا فيديوهات اكثر. ونبقى نهضروا على مواضيع، يعني عوض ما كنت كنسوق الريموت وانا داير الجو برو في راسي وكنبقى نهضروا على مواضيع، دابا غنحاول ما امكن نبقى ندير الجو برو وانا في الطوموبيل وغادي نكتسراو معايا، خصوصا راني واخد واحد الفاكونس طويل ومازالي مفاجاه جايين. يلا اولاد يلا 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 راه واحد الدرج راه. حاولوا ما امكن تبارطاجيو معاك الفيديوهات باش ان شاء الله نديروا فيديوهات اكثر. انا غنحاول ندير سبور مود دابا. اوه ما شاء الله دغيا طلعت 80. ما كنبغيش ندير هاد الصداعات هنايا في وسط المدينه، خصوصا الا كان شي بوليسي واقف ولا شي لعبه غيسمع الصوت غيدور ديريكت. بينما ناخذ شي بروسي. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا البادلز هما هادو، يعني دابا انا سايق اوتوماتيك ولكن نقدر نمشي بماليول. الماليول هما هادو، انا غنهبط هادي. اسمع هو كيكراطي شو هاد الحمار هذا، شوف ها انت شي كيكراطي من البادلز. نحل الشراجم، ما عرفتش واش كتكونوا كتسمعوا الصداع الله راه، حيت انا راه كنسمع الصداع ديال الاكزوست، ما بغيتش ندير الاكزوست العالي بزاف لانه لازتي يعني كتسمى الموديفايد وهي حتى هي بروسي، ما بغيتش نزيد له الصداع بزاف لانه غنعيق. صافي نحاول نحل الشاقمه، نحل الجاج باش تسمعني مزيان. واحد الكار ديلر، واحد ديلرز ديال الطوموبيلات.
ضروري بشويه الصداع. ما تاخذش هذا الفيديو لانني بحال اللي كنبغي نبان عليك ولا كنعيق عليك ولا شي حاجه. بالعكس طنوبيل تقريبا شهر دابا باش درتها وما بغيتش نصورها كاع، ولكن كيف قلت لكم وغنعاود نكررها انه والله الا بزاف الناس كيبغيو طنوبيلات كيبغيو الحديد وكيبغيو الماسانك اللي بقاو تيقولوا لي بغينا نبقاو نشوفوا الماسانك، بغينا نبقاو نشوفوا كيدير في الخدمه، ورينا بغينا نبقاو نشوفوا ما داكشي علاش بغيت نديرهم. فكنتمنى ما تبقاش تاخذ الحوايج بديك الطريقه الخايبه. فراه هذه ميريكان واي واحد كيخدم هنايا راه غيدير اي حاجه بغا، غي خاص بنادم يكون العزيمه والاصرار وما تدخلش راسك في كريديات وفي حوايج اللي غتخسر فلوسك في البارات ولا ديسكوتات ولا زيد وزيد. سو اي حاجه ممكنه في هذه البلاد هذه الحمد لله كنلقاو اي حاجه كنتمناوها في هذه البلاد ديال الكفار كيف كيقولوا بزاف الناس ما كتلقاهاش في بلادات اخرين. ما شاء الله ما شاء الله هادي ضروري فوق ما ندوز شي بريج ولا شي لعبه ضروري خاصنا نديرو الصداع ضروري. تحياتي لكم كاملين والله. هنا وقيلا غادي نختم لكم الفلوغ وغادي نقول لكم شكرا بزاف مره اخرى على التشجيع ولا اي حاجه كديروها على قبلي. ف ما ننساش نقول لكم انني تحصلت على الدرع ديال اليوتيوب غادي نوري لكم في الفلوغ الماجي ان شاء الله. او شكرا لكم بزاف حيتاش بكم تحصلت على داك الديره واي واحد تيبغي شي حاجه الله يسهل عليه. ما عرفتش واش نبقى نطول الفلوغات ولا نبقى نقصرهم، ما كنبغيش تحسوا بالملل، ولكن انا متاكد ان الفلوغات الجايه ان شاء الله غادي نحاول نصورهم وانا مساري وانا خارج وغنهضروا على شي موضوع مهم اللي غادي تحس شويه ب ماشي بالقنط. وهادشي اللي كاين واخا غنختم الفلوغ هنايا وغنقول لكم بيس لكم، ما تنساوش بارطاجيو مع الحباب وبرك داك لايك صاحبي، وكنبغيكم كاملين بزاف بزاف بزاف، ترى لي فراسكم بزاف. I love you كاملين. Peace.